كده يلاقي نفس الحاجه نفس الحاجه. اقوم مثلا باصص يا اهو، واجي ابص الاقي اهو يا با يا ايه حبيبتي شفتي اللي انا شفته؟ اه شفت. يا نهار ابيض، ده دول عفاريت ولا اشباح ولا ايه؟ شكلهم كده اشباح. ما تقلقيش ما تقلقيش، انا معاكي يا حبيبتي، انا معاكي ما تقلقيش. بس حاجه غريبه جدا، حاجه غريبه جدا. ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ ما تقلقيش، اكيد دي تهيؤات. لا تخيلات. لا تهيؤات. تخيلات. تخيلات مش اشكال. ما دام حاجه انت شفتيها وانا شفتها في نفس الوقت تبقى تخيلات. لان عارفه لو انا وانت مثلا انا شفت حاجه انت ما شفتهاش دي ما بتبقاش حقيقه يعني، لكن ما دام احنا الاثنين شفناها تبقى مش اشكال مش اشكال. انا ريقي ناشف، عايز ميه. احنا معانا بره ميه؟ اه معانا، اروح اجيب لك. ساعه ولا مش ساعه؟ يعني هي مش ساعه قوي. مش اشكال اي حاجه. بصي هموت من العطش، هموت من العطش. لا ما ساعه هي يا حبيبتي، والله كويسه قوي يعني، كويس انها احتملت معانا طول الطريق وفضلت ساقعه، دي حاجه كويسه. معانا حاجه تتاكل؟ لا معانا بسكويت. معانا مين؟ بسكويت. مش ام الرقه دي دلوقتي خالص. بسكوت ايه؟ لا انا عايز مثلا سندوتش كده ولا حاجه، حاجه الواحد برضو يعض فيها يعني. لكن بسكويت؟ لا بسكويت لا ما احبش انا بسكويت. سندوتش زي ده يقوم بالوقت. حبيبتي انت اللي جبتي لي سندوتش صح؟ لا مش انا. يعني ده جه لوحده؟ معرفش. وده جه لوحده؟ معرفش. طيب امسكي دول، امسكي دول. بصي هو في حاجة مش طبيعية بتحصل، في حاجة طبيعية مش، في حاجة طبيعية مش طبيعية بتحصل. بس البيت ده ايه ده؟ ما تقلقيش يا حبيبتي، معايا كشاف، معايا كشاف. أهو أهو أهو. هو ده الكشاف اللي بتقول عليه؟ هجيب بيه الكشاف الكبير، هجيب بيه الكشاف الكبير. اصبري، الكشاف الصغير بيجيب الكبير، الصغير بيجيب الكبير. هو ده؟ أيوه هو ده. العجوة مدينة خراب، لسانها ضلمة وملهاش كلام.
ايه ده؟ انتوا مين؟ ادوس بنزين. انتوا مين وعايزين مننا ايه؟ انت مين؟ انا زهير رشد ابو سيف. قصدك ابو سطور بقى؟ لا، السطور ده اللي انا اتقتلت بيه. معلش انا اسف يا حضره الشبح، يعني اصل هي رقيقه، يعني هي رقيقه شويه، انا اسف. لا بس انت مستحملها ازاي يعني؟ حضرتك انا ما صدقت لقيت واحده رقيقه يعني. لا بس طب معلش خليها كده تقول بطيخ. عمك الشبح بيقول لك قولي بطيخ. بطيخ. شفت الرقه؟ ايه ده؟ ايه البطيخ ده يالا؟ ايه البطيخ ده؟ هتلاقي ده اللي من غير بذر. حضرتك يعني حضرتك ابو سطور اللي قتلك بالسطور ده يعني اكيد جزار. لا، اخويا زهدي. وانا زهدي. يا لهوي يا زهدي، يلا يا زهدي من هنا والنبي يا اخويا ليه ما يوقعك في دي؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي. انت مين يا بنت؟ مين دي؟ طبعا دي مفهماك ان هي بنت ناس وهي عيلتها كلها شمامين وكلاجيه. لا ده انت حسابك معاها بعدين لما اشوف بس الاشباح الملونه دي. اصبري اصبري، بغبغانات داخله علينا. اصبري. ايوه عم الشبح، خير حضرتك؟ انتوا يعني معلش حضرتك مت بالسطور، وانت اكيد مت في حادثه بالدريكسيون والفتيس ده، صح؟ انا فعلا مت في حادثه. مات في حادثه؟ ما هو اصل بعد ما قتلني خرج يحتفل بالجريمه وياكل يوستفندي. عدى الفكهاني ما خدش باله، كان في عمود في وشه، لبس مات. يا والعربيه اتطبقت وفضل منها الدريكسيون والفتيس والكوريك. فين الكوريك؟ موجود. ايوه حضرتك مش باين غير الفتيس والدريكسيون، الكوريك فين؟ موجود. وحضرتك يعني الكوريك دايما بيبقى في الشنطه بتاعه العربيه. ما هو اصل انا يوم الحادثه شلته من شنطه العربيه وحطيته تحت الكرسي بتاعي. لا ده انت قاصد بقى. وطبعا حصلت الحادثه ف موجود. يا ده انت لو خدت اعدام يا ابني كان اسهل لك من اللي انت فيه ده، مش كده ولا ايه؟ وبيقعد ازاي؟ لا ما من يومها ما بيقعدش، بيطبق على طول بقى. يا واقف كده. يا اخويا. نعم؟ قلت له ايه حضرتك؟ يا ده نمك يا اخويا. يا ده نمك يا اخويا، انت مين يا بنت؟ انت اسمك ايه؟ انا بقى بصراحه ما اسميش مايا. امال ايه؟ منصوره. منصوره؟ منين يا بنت منصور؟ من عزبه ابو مجيحه. ابو مجيحه؟ وكنت ضحك عليا الفتره دي كلها ومفهماني ان انت من الزمالك يا بنت. ايه ده ايه ده؟ مش دي البنت هبه بتاعت الترنك يالا؟ لا يا عم، انت قصدك على حبيبتي يا هبه. حبيبه قلبي. معقوله يا هبه؟ معقوله حبيبه قلبي؟ معقوله على بنت ترنك يا هبه؟ هبه مين يا هبه بتاعت الترنك؟ بنشتري منها ترنكات بالقسط. انت ايه هبه؟ لا لا مش دي هبه بقى. صح، دي اختها صباح بتاعت مسترد. صباح؟ انت صباح بتاعت مسترد؟ يا بنت اللذينة، وضحك عليا الفتره دي. اصبري اصبري، اخلص بس من الاشباح دي وافهم انت عملت كده ليه. انا هقول. عارف هي عملت كده ليه؟ ليه؟ عشان بتحبك. ايه ايه دي صحيح؟ ايه دي؟ انت مت ازاي؟ انت كمان اكيد طبعا مت منتحره. انا انتحرت. انتحرت؟ قطعت شراييني؟ ليه؟ عشان خاطر سمير. مساء الخير. ده سمير؟ ده حد ينتحر بسببه ده يعني ايه؟ يعني ايه حكايتهم دول؟ انا هحكي لك قصتهم بكل هدوء واختصار. اصل دولت وسمير كانوا بيحبوا بعض حب كبير، وكان دايما بيغني لها كتير. اكتر حاجه بحبها فيكي هو ده. هو ده. وشك. وفي يوم قرر سمير يروح يخطبها من ابوها.
وقال له يا عمي بنتك أجمل بنت في القارة. رد عليه وقال له برا. قال له يا عمي ده أنا طالب الرضا. قال له يا أخي حرام عليك ليه كده. ليه يا أخي يا كبير ليه؟ ليه ياد يا سمير؟ رجع سمير مكسور الجناح. وهنا قررت دولة الانتحار. قطعت كف ايديها، كف ايديها وقع في الارض وما حصلهاش اي حاجه، فقررت ترمي نفسها من الدور الرابع. وقعت على مسمار. ماتت. اما سمير فمن كتر الهموم واحد صاحبه تف في وشه مات مسموم. وعجبي يعني ده ميت مسموم؟ امال الخرشمه اللي في خلقته دي ليه؟ اصل للاسف سمير فاكرك مننا اشباح. قال ايه بنطير؟ ايه ده ايه ده؟ وانتوا كاشباح ما بتطيروش؟ لا يا عم انت بتخش على ويكيبيديا ولا ايه؟ ايه ده؟ يعني الشبح ما بيطيرش؟ لا 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 كل دي اشاعات وحوارات وتحميل اجمل الرنات بس عليه. يعني لا بتخوفوا ولا بتطيروا، امال الاشباح ازاي؟ لا احنا بنخوف وبنطير كمان. انا رايح اطير، انا رايح اطير. واد يا سمير. ايوه يا بيبي. الفل احلى ولا الياسمين؟ التمر هندي. يا سمير. نعم. تعال. ايوه. انت عامل صورتها على صدرك ناحيه صورتها؟ بس تصدق دي احلى من دي؟ ما عشان كده انا محتفظ بالصوره. نعم. عشان كده انا محتفظ بالصوره. محتفظ. امال ايه؟ محتفظ؟ لا محتفظ. اطلع بره يا ليه؟ قلت امشي. محتفظ بالصوت ده ايه ده؟ والله بس على فكره انا مش قلقان منكم، خلاص ما بقتش خايف منكم. يعني انا بس يا رب يعني يوم ما اشتري بيت يطلع لي بدل شبح ست اشباح. لا ولو عايز 10 و20 و40 شبح كمان نجيب لك. تجيبوا لي 40 شبح؟ مش بيقولوا يخلق من الشبح 40؟ المهم. مهم ايه؟ لم لم كل حاجه بقى يخلق مش لم لا يخلق من الشبح 40؟ يا سمير رشق في الموكيت. ما عرفتش اطير لسه بعمل كده. فطيت يا لهوي. لا يا سمير دي تسلخات يا سمير. تسلخات ايه ده؟ انا رشقت في المصلحه. يا لهوي. لا حول ولا قوه الا بالله. تعبنا معاه سمير ده، امبارح جبناه من عين الحمام بالكباسه. بيغسل وشه؟ كان بيغسل وشه وقع في الحوض. ما هو مدي على صرصار فعلا. هو لا ده حاله صعبه سمير. طيب انتوا دلوقتي طلعتوا لنا ليه بقى؟ لا يا حبيبي انتوا اللي طلعتوا لنا، احنا قاعدين في البيت ده من سنين السنين. يا عز يا فخ يا عز يا فخ. ايه ده؟ يا عز يا فخ يا عز. مين دي؟ دي كانت متجوزه عز الدين ذو الفخار باين. ايوه مين دي يعني؟ يعني دي عفريته معاك والشبح معاك وهنا في البيت يعني؟ شبح المفروض معانا بس ما بتتكلمش، ما بتقولش غير يا عز ويا فخر. يعني ما تعرفوش حكايتها ايه؟ ولا نعرف وشها من قفاها. بس هي بتحبني. إيه انت اسمك ايه؟ يا بيبي. إيه؟ ما بتتكلمش يا بيبي، انت بتنسي ليه؟ لا انا ما بنساش، انت اللي بتنسى كل حاجه. بس برضه بحبك يا معفنه يا كذب يا زباله يا متردد. يا قلت لي يا متردد؟ عبال ما تقولي لي يا جربوع. يا جربوع بسرعه كده. يا لهوي. يا جماعه والمصحف العلاقه دي حرام. الاتنين دول اصلا توأم ومخبيين عليهم. يا واد هتجيبوا سناجب والله. ايوه يعني دول عرفنا حكايتهم والهبل بعينه. دي مين؟ ايه حكايتي؟ انتوا عايزين نتكلم؟ ايوه يا ستي ما هتتكلم اهي، عايزينك تتكلمي. عايزين تعرفوا عني ايه؟ عايزين نعرف عنك كل حاجه. كل حاجه؟ انا كنت كل حاجه، كل شيء، كل الاشياء. ايه ده جنات؟ ازاي عامله ايه؟ معلش هو في الالبوم الاخير حضرتك قلتي ادي جامد ولا حب جامد؟ أصل سمعت الألبوم كذا مرة ومش معلق معايا. نظف ودنك ها؟ حاضر. حب جامد جملة عادية. حب جامد يا عم حامد صح.
الدماغ بقى تروح ها؟ ايوه لا لا تمام هو الساتور بس ساعات بيشوش عليا كده. يعني حضرتك مين بالظبط؟ انا شجرة الدر. شجرة الدر؟ أيوة حضرتك أنا عارفك جدا، يعني حضرتك عارفك واتعمل عنك أفلام واتعمل عنك مسلسلات. أيوة عارفة، والسنة اللي فاتت عملوا عليا مسرحية بس أنا متضايقة منها قوي. ليه؟ إيه اللي مضايقك في المسرحية؟ شخصية منصور لهبل. منصور لهبل؟ وين يا وين يا وين يا وين يا وين وين يا وين يا وين يا وين يا وين يا عم سلامة يا أعمى. منصور يهبل. عم سلامة. منصور يهبل. فين حسام؟ فين حاجة؟ منصور يهبل. فين حسام بتاع عم سلامة؟ موت موت. لا موت موت، متصدع موت. ما هو موت بقى. كأننا في رمضان عادي يعني. ده مش فاهمه من السن. تيجي نكمل دي احسن؟ والله دي حلوه قوي. يعني منصور كان مضايقك عشان اهبل ولا كان عشان ايه؟ يعني مش فاهم. هي المسرحيه كلها كانت معموله غلط. ازاي غلط؟ التاريخ محفوظ واحنا عملناها زي التاريخ بالظبط. لا وحياتك، كل اللي انتوا قلتوه غلط. ازاي؟ مش انت رحت اتجوزت الراجل ابو منصور ده من ورا مراته؟ لا ما حصلش. انا اصلا كنت بحب واحد اسمه فخر الدين اقطاي، بس ابويا ما وافقش عليه واضطر ان هو يتجوزني عز الدين ايبك. بس انا اللي انتوا بتقولوا عليها مراته دي كانت صاحبتي جدا. كانت صاحبتك؟ ايوه. يعني انت